تعيش تونس اليوم حراكا شعبيا وسياسيا ومواجهات بين قوى الأمن والمعارضة، تعبيرا عن رفض سيطرة حركة النهضة الذراع السياسية لتنظيم الإخوان على مقاليد الحكم في البلاد، وسط ظاهرة مداعاة للقلق والاستنكار وهي اغتيال نشطاء بأسلوب استفزازي ومتكرر. أطلق الجيش التونسي الجمعة عملية عسكرية في جبل الشعانبي على الحدود مع الجزائر بهدف تطهيره من الإرهابيين، وسط جمود العملية السياسية نتيجة استمرار تمسك حركة النهضة بمحاولة فرض الحل المتمثل بتوسيع قاعدة الحكومة. وكان قد سبق انطلاق العملية العسكرية بوقت قصير إعلان الجزائر نشر تعزيزات عسكرية على الحدود مع تونس الممتدة لنحو 1000 كيلومتر تحسبا لأي تسلل إرهابي إلى أراضيها. وكانت المنطقة شهدت قبل أيام مقتل 8 جنود وجرح 3 آخرين في كمين نفذه مسلحون ينتمون لجماعات متشددة. وفي هذا السياق أشارت مصادر أمنية إلى أن الشرطة اعتقلت فجر الجمعة 12 سلفيا متشددا يشتبه علاقتهم بمسلحي الشعانبي داخل مسجد في حي الزهور في مدينة القصرين. وفي ظل هذه الأجواء دعت مجموعة من الحركة الشبابية المعارضة ومن بينها حركة تمرد والاتحاد العام لطلبة تونس وشباب الجبهة الشعبية والشعب التونسي كافة إلى الالتحاق باعتصام الرحيل في ساحة بادو وإعلان السبت يوم الغضب لدعم المطالب التي تقدم بها اعتصام الرحيل. سياسيا أمهل الاتحاد العام التونسي للشغل الحكومة التي يقودها الإسلاميون أسبوعا واحدا للوصول إلى اتفاق حكومة كفاءة جديدة، وأشار الاتحاد إلى أنه قد يلجأ إلى خيارات أخرى في حال لم يتم التوصل للاتفاق. في المقابل قررت حركة النهضة المضي في تشكيل حكومة وحدة وطنية والتمسك ببقاء رئاسة الحكومة للنهضة وعلى رأسها علي العريض مع المحافظة على المجلس التأسيسي بصلاحيات كاملة. اقتصاديا أعلنت رئيسة منظمة أرباب العمل التونسية دق ناقوس الخطر وأكدت أن الاقتصاد التونسي أصبح في وضع كارثي نتيجة الشلل التام الذي تشهده البلاد بالتزامن مع انخفاض مؤشر البورصة وتراجع قيمة صرف الدينار نتيجة الأوضاع الأمنية التي تشهدها البلاد.